البروبرتي التانية اللي هنتكلم عليها هي الانفرس بروبورشناليتي اوف تايم اند فريكوانسي. البروبرتي بتتكلم على الترانسفورميشن بتاع اكس اوف الفا تي. لما يكون عندي اكس اوف تي معروف لها الترانسفورميشن بتاع اللي هو اكس اوف اوميجا، طب اكس اوف الفا تي دي بتروح لفين؟ اوكي، اتفقنا اكس اوف الفا تي دي بيبقى عندها كذا حاله. لما يكون الفا عموما الابسولوت فاليو بتاع الفا اكبر من الواحد بتكلم عليها انها كونتراكتد. لما يكون الالفا دي اقل من واحد طبعا لازم تكون مش زيرو، نون زيرو، بتبقى expanded. expanded معناها انها بتبقى بتتسع كده، او بتبقى basically كأني باخد السيجنال بتاعتي وبعمل لها expansion بكبرها. اوكي، يعني بتوسع في التايم بنفس الشكل. contraction معناها انها بتتضغط في التايم. لو هي في نيجاتيف ساين بتبقى ريفلكتد، او ريفلكتد معناها انها بتبقى ميرور ايمج اراوند الايه، اراوند اللي هو الاكسس بتاعي اللي هو عند تي بتساوي زيرو. اوكي، لو هي الفا بتساوي ناقص واحد وبس بتبقى نفس السيجنال ميرور ايمج وخلاص. اوكي، فلو احنا بنتكلم على الفوريه ترانسفورميشن بتاع اكس اوف الفا تي هنلاقي ان هو بيروح لواحد على ابسولوت فاليو اوف الفا كابيتال اكس اوف اوميجا على الفا. طيب دي بقى معناها ايه؟ دي معناها ان انا دلوقتي لو انا كان عندي هنا الفا دي اكبر من الواحد، لو فرضنا هنا الفا بتساوي 2 هتروح لي عباره عن 1 على 2 اكس اوف اوميجا على 2. يعني بمعنى هي على لو هي في هنا 2 يبقى معنى كده من الكونديشن ده هتبقى كونتراكتد. هبص الاقي بقى للناحيه الثانيه في الفريكوانسي دومين هلاقيها العكس بقى، لان هنا دلوقتي الفاكتور مضروب في اوميجا دي بقى 1 على 2 يعني بقت اكسباندد. يعني لو انا عملت كونتراكشن للسيجنال بتاعتي بفاكتور اوف 2 هيبقى الفوريه ترانسفورميشن بتاعي فاكتور هيبقى يعني العكس بقى هيبقى اكسباندد بفاكتور اوف 2. فعشان كده بنتكلم على inverse proportionality للتايم الفريكونسي. لما انا بخلي الفانكشن بتاعتي هنا تتغير تتضغط يبقى هنا تبقى expanded، ولو خليتها هنا تبقى expanded هتبقى هنا هتتضغط. اوكي، فدي حاجه لازم اكون واخد بالي منها كويس قوي، لان هي دي برضو بتسهل عليا حاجات كتير قوي. لو انا عندي في التيبل اللي كان موجود عندي بتاع الفوريه ترانسفورميشن بيرز، لو عندي نفس الفانكشن وفي هنا الفا يعني التايم فاريبل بتاعي مضروب في كونستانت، كويس، بقدر استعمل البروبرتي دي عشان اقدر احسب على طول الفوريه ترانسفورميشن من غير ما انا اضطر اعمل الايه الانتجريشن بتاع الفورمال ديفينيشن بتاع الفوريه. كمثال على الجزء بتاع الانفرس بروبورشناليتي اوف تايم فريكوانسي ده هناخد مثلا لو احنا عندنا الانبوت بتاعي اكس 1 اوف تي شكله عامل كده. اوكي، اكس 1 اوف تي اللي هو شكله عامل كده ده بيروح للفريكوانسي دومين شكله عامل كده. دي عباره عن شكلها حاجه بنسميها جيت، جيت فانكشن، كويس. الجيت فانكشن بتروح الناحيه الثانيه لحاجه بنسميها سينك فانكشن اللي هي عباره عن ساين اكس على اكس. اوكي، فلو انا خدت نفس الشكل ده كده خليته اكسباندد بالشكل ده كده، يعني هنا كان من نص من ناقص نص النص، هنا من بقى من ناقص 2 ل 2، هلاقي ان الشكل ده اتضغط بنفس الايه؟ بنفس النسبه. هنا انا عملت هنا اكسبانشن بفاكتور اوف كام؟ فاكتور اوف 4. اوكي، هلاقي هنا الكونتراكشن هنا بفاكتور اوف 4 برضو. اوكي، نفس الفاكتور هو بيتعاكس في الفريكوانسي دومين. فهنا ده كان هنا نارو، هنا كان وايد، لما خليت ده وايد يبقى ده لازم يكون نارو. اوكي، ده اللي بنسميه inverse proportionality of time and frequency.